ميسر ما تبقاش مع الوالدة. بلون بلاصة كان دير حاجة في الأول. وي دابا ناعس بخير. كنا ختي غادي نعس على سمارة يوم. الله يحسن عليك. ما فاطمة هاري شي قال لي صاي حبيت من الحال كيدير اخويا صافي ما تصورنا بقيتي لي واقف انا انت يلاه شي راحش كان لا لا قلت لي راه شي يلاه لا ما يباش يباش صاحبي انا قلت لك خذ راحش معيان معيان انا سالي في العسه انا في الدايره تنجي شي ضبط انت كيدير الوليده لا 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 قرا حمراء هاد لا قطع هذيك قطع هذيك قطع تبرعات عليك الوالده تا شد عارف هي كلشا قطع هذيك اللي تقول ياخذ السيرفر ديما حاضرين وانت الله يهديك راه تصحاب لي كل الصباح ياك هذا مشاهدي قناة شوف تي في مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء ومن قلب سوق أحد أسواق الشعبية مدينة الدار البيضاء الأسواق المشهورة كيف ما كتشوفوا معنا المرأة المغربية الحرة اللي كتشرفنا وكتشرف المغاربة الحمد لله المرأة المغربية راها معروفة على الصعيد العالمي بالصبر ديالها وبالقوة ديالها وأيضا بأنها كتخدم مرحبا على طرد الخبز بالحلال وكتكبر وليداتها بدراعها وهذا خير مثال اللي قدامنا واللي خرجت لهاد الميدان سنين وكبرات الوليدات الله يعطيها صحيحتها غنحاولوا اننا ناخذوا نعرف نتعرفوا على عن قرب ونشوفوا كيفاش كدير وهذا ايضا واحد الرساله حتى للشباب اللي كيقول لك ما كايناش الخدمه راه حنايا ما تلقاوش الخدمه ما كنلقاوش باش نعيشوا ها هي مرا تبارك الله وصلى على النبي وقاده وعيالات درنا هذا المارشي راه غنلقاو ماشي غير مره وحده غنلقاو عيالات بزاف اللي تيخرجوا كيقلبوا على طرف الخبز بالحلال اللي بغى ياكل ويشرب راه يقدر يفيق الصباح يمشي للمارشي يدبر على طرف الخبز بالحلال كلشي كاينه كميمتي وهاكي قريهم شويه ووعيهم شويه بالنسبه لهاد الوليدات ديالنا لهاد الشباب اللي تيقول لك اه شدي مع هذاك اللي تيقول لك راه ما كايناش الخدمه بغينا نخدموا ما لقيناش موجوده وعاودي لنا دابا انت شنو كديري ملي كتفيق الصباح واخا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كنشكركم الله يخليكم ليا والله يحفظكم ليا والله يعطيكم صحيحتكم انا امي فاطمه ميمه الحبيبه المكافحه ميمه الحبيبه المكافحه ولا قلت مكافحه ما فيهاش الكذوب مات لي الراجل 30 سنه عندي ربعه الوليدات ثلاثه وبقيت حامله بواحد الدري راه عنده دابا 30 عام الحمد لله خلاك حامله خلاني حامله عندي شهرين وخرج كنكافح ما خليت فين خدمت وعلى الاول بديت كنمشي للقاعات كنغسل المواعان تنغسل الديسير المهم كان عيط ليا شي واحد ثاني تمشي عندو للدار تنقضي معاه والحمد لله وكبرنا وليد ميناج اي حاجه اي حاجه اي حاجه في المغرب اي حاجه اللي بغيتي ديريها كاينه موجوده الحمد لله دابا الا قالك شي واحد خدمه ما كاين فاطمه هذاك شديه هو هذاك جواد باش ما تهك
ما نقدرش نجي لينا حيت الظلمه نخاف، ما كنجي حتى السبعه الصباح، نعاود ملي كنجي مع السبعه ديال الصباح كنجي. هادشي اللي قلت لكم راه ما فيه حتى حاجه اللي خلاف ولا كذو، كنجي تعرفي الخيش ثقيل وكلشي تيجي من السيد، تنحط الخيش تنستف الخضره كامله، نعاود ملي كنستف الخضره كنمشي للدار عندي، كنمشي نفطر، كنكون باقا ما مصليش الفجر نتوضا عاود جي هنايا نبيع. قربي لك الميكرو امي فاطمه قربي. نعود لا لا كملي غير كملي. نعود منين نمشي قلت لك للدار صافي، كنمشي نفطر كنجمع اللي غنجمع، نعاود نجي تالي للبلايصه هنا كنقاد الخضره، والله يخلي لي الكليان ديولي والله يحفظهم لي، نهار واحد هما كيشاهدوا الا خطيت نهار في السوق هنا كنكون مهمه ما كايناش، حنا حتى حاجه ما كتعجبنا هنا. مني دابا كنكمل تاني مع ديك الجوج ونص ثلاثه، بغيتك تجي عندي وتصوريني تاني ملي نكون غادا للدار، كنمشي للدار كنعاود تاني كنبدا في الغدا، كنعاود نطيب الغدا كنجمع الدار كنغامر، حتى لا بغيت عندي العجينه بعد نوبات كنخلي العجينه تن نقدر نشد شي نهار باش نحاول نعجن. دابا ام فاطمه انت ما عمرك شي نهار فقتي وقلتي ما فيا ما يمشي؟ لا ابدا عيد. بالعكس واخا تكون فيا الموت كنوض ونخرج الشارع وكنبقى نطلب الله وكان الحمد لله تنتوقد ونشد الطاكسي ونمشي للمارشي وتنصح الحمد لله ونجي واخا نكون عيانه. ودابا بزمنك تنوض بزمني ما عنديش ما عنديش على منعاس وكاريه، وعندي وليداتي تما ما بحالهمش على قد الحال، ماشي شي وحده اللي غادي نقولوا لاباس عليهم ولا على قد الحال. حياتك دابا انت هي الخدمه وتماره، هي الخدمه وتماره، ونمشي للدار ثاني تماره ما نكذبش. الله اللي مخليك ببركة باقا الحمد لله شويه شويه كاين تمريضه شويه الحمد لله، ولكن الحمد لله ما كاين الحمد لله الحمد لله. دابا جوج بغيت تقولي لهاد الشباب هادو خصوصا الشباب، هاد الشباب نقول ليه الله يهديه والله يرد بيه، واللي بغى الخدمه كاينه يمشي يجيب عير جوج صنادق ديال مطيشه ولا جوج صنادق ديال خيزو ويريح يبيع الخبز ديالو يديه يدي. وانا اقسم بالله وكنقولها لكم من هذا المنبر وكون عندي الصحه تنهول الشطيبه، كنغامر عيد دراري ولادي مابقاش يخليني نقول الشطيبه، كنت العيد الكبير كنشط لي السلعه كنخدم هنا وكنمشي من هنا معاش كنمشي والو الدار ما كنمشيش ليها، تنمشي مع الربعه تنهول الشطيبه، ما كنجي حتى ل 11 ديال الليل بديك السلعه ديال العيد الكبير باش ما تبقاش ليا تخسر ليا. كاين هاد الشباب دابا الله يهديه والله يرد بيه، باغيين كلشي ساهل كلشي ساهل، باغيين الطونوبيله دغيا، باغيين الدار دغيا، باغيين كلشي باغينو دغيا، كلشي باغينو دغيا. الله يهديهم الله يهديهم والله يرد بيهم، ونطلبوا الله القسم الى الحمد لله بلادنا زينه فيها الخير فيها كلشي. انا نمشي على المارشي كريو وما نبيعش وكاع ونشري وندور على الحباب نجي معدهم اللي بغيت، هذا يعطيني جوج هذا جوج هذا، انا شت الكامله للدراري. ولكن هاد الشباب عيان الشباب ما نقولش لك الله يهدي. ما ترضيش انت امي انت خصك تجيبي طبق؟ لا 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 نجيبو بالحلال والحمد لله. وخلاص راجل صغيره 28 سنه اللي خلى عندك الحمد لله، وثلاثه الوليدات وهاي الدريه هذه اللي عاونتني، وانا ما سخيتش في وليداتي عزاز عليا حيت انا كبرتهم بوحدو. ما تقدرش تزوجي عليهم؟ لا 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 وما نقدرش ندخلهم حتى للخيريه اقسم بالله، قيدوهم لي الناس بحال وجهك. وقلت لهم ما يمكنش ليا او كيفاش؟ قال لي انت ما عندكش وهادي تحاولي تدخلي. قلت لهم لا ما نقدرش، لا ما نقدرش تفرط في وليداتي، وعندي ولديات الصغير كنبغاو ليا واحد الناس كاع يتكلفوا بي. قلت لهم لا طمعوني كاع ولا قلت لهم لا ما نقدرش. كديري روتيني اليوم يا امي انت؟ عندي عندي القناة عندي الحمد لله عندي قناة اياه. كديري فيها الروتين اليومي؟ كندير تبارك الله. دابا روتينك اليومي راه ماشي هو الروتين اليومي؟ لا 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 انا ما ندير ديال دابا، انا كندير داك الشيء القديم ديال زمان، كندير كندير البلبولة وكندير بركوكي. غنجيو عندك وغنديروا معاك البلبولة ونديروا مرحبا ونديروا الرفيسة وكل شيء غنديروا. شنو سميت القناة ديالك؟ المميمة الحبيبة المكافحة. سميتها المميمة الحبيبة المكافحة. ونطلبك دعموني وتعطيو للناس وطلبهم عليا، هادشي راه كلشي راه كلشي صحيح، هادشي راه ما فيهش قدك غامرت المهمه الحبيبه ماشي ما نقولش. المهم دابا ديك القناه كتقدمي فيها واحد المحتوى باش كتربي الاجيال اللي جايه. اجيال بزاف ديال العيالات دابا كيقولوا لي او ابتسامه والسوق، ندير نقول من الغامر ندير قناه وما كرهتش انايا شي دابا والله القاسم، وما كرهتش انا نخدم شي حاجه في العشيه. نخدمها باقي فيك الجهد
ما بقى شويه. لا الجهد راه ماشي، شوفي مي اه ماشي الجهد، النفس. الجهد راه هي النفس. النفس الله يخليك، النفس. هذيك النفس اللي خاصه. حيت ما عندي وليداتي وعندي انا الكرا وعندي موضة وعندي والمرض والحمد لله لا اله الا الله. وفاطمه اللي ما عنده نفس. واش غنقول لك؟ لقيتي النفس. الله يهدي. هذيك ما عندها نفس تعذب حياتها. تعذب حياتها. حنا كما قلت لك امي فاطمه هذا الخير كاين. بغينا العبره تكون حتى لعند هاد كاينين بعض العيالات اللي كتكون معوله على الراجل في كل شيء. لا كاينين كاينين كاينين. مسكينه الله يستر ولا كيموت ليها الراجل. لا 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 انا غنقول لك دابا صراحه صريح، انا نهار اللي مات لي الراجل 1989 جاو عندي مالين الدار بحال كوا قالوا لي تيا بالعقل ديالي خدمت ماشي قلت لهم لا، قالوا لي تي دابا باقا صغيره وحامله وعندك وليداتك غتحاولي تمشي حدا والديك. انا فكرت ماشي فكرت في ذاك الوقت، فكرت في دابا اللي ولادي غادي يكبروا شكون اللي غادي يقبلهم، غنفرسك العش ديالي. وبقات المهمه الحبيبه حق الله العظيم وسيدي ربي شاهدون عليا الا بقيت الحمد لله ما ربي لي تامه ما نقولش لك، الله اللي معايا الله اللي معايا. وبقيت كنغامر كنغامر والحمد لله، ومن هنا والوليد تكبرتهم ما تنسيش ربعه الاولاد وفي في الدار بيد انا راهم صعاب ربعه راه ماشي سهل. الرسول عليه الصلاه والسلام كيقول لك انا وكافل اليتيم كهاتين. الله يخليكم ليا الله يخليكم ليا. صعيبه نربيو اليتامى. لا واعر نص كلمه كتقول لك الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللي قال عليهم شي حاجه كيبقى في كلمه بزاف. ودابا دابا ما نديرش لك راسي، دابا ولادي عزاز عليا وكيجيو يتغداو عندي وديما كيشوفوني، ولا ما جاوش عندي نهار كتقول لي يا بنتي وا ماما خليهم، كنقول لي لا مرضيين وباقيين دابا كنكافح معاه مرضيين ودابا ما كنتسناهمش على قد الحال. واش هما على قد الحال غنبقى نتسناهم؟ غنخليهم موالين الدار يدور عليا الكرا ولا عندي موضة ولا عندي هادي ولا عندي هادي. والحمد لله اللي بغى يخرج يعري على كتافه كل شيء كاين، اللي بغى يخدم كل شيء كاين. انا ما كرهتش كاع الله يحفظنا ويحفظكم حاجه اخرى كاع تكون حاله نديرها. اشنو فيها؟ قالك ما كاين والو. الشباب دابا يطلع يدير على الشاريو في المارشي، والله حتى كنشوف انا الشاريو، انا مرا ما كرهتش كاع ندير الشاريو وعاد نتقدى وعاد نجي نبيع. كي دايرين الفلوس ديال الحلال؟ زوينين على قد الحال، ولكن فيهم بركه الحمد لله. ما عندناش ما خاصناش الحمد لله. ماشي نقول لك ما عندناش وما خاصناش. واخا انا نختم معاك ام فاطمه، عاودي قولي لنا السميه ديال القناه ديالك. المميمه الحبيبه، المميمه الحبيبه المكافحه. المميمه الحبيبه المكافحه. المكافحه. السميه ديال القناه ديال ام فاطمه. الله يخليك ونطلبكم دعموا ليا، وراه كيشكركم انتم اي واحد، وراكم الله يعمرها دار، وراكم ناس مزيانين طيبين، ودعموا المميمه الحبيبه، والله يخليكم ليا، والله يحفظكم ليا. والله يعطيكم صحيحتكم وكل شيء عندكم فيه الاجر. تبارك الله عليك امي ماما. كل شيء عندكم فيه الاجر. برافو عليك. وحنا راه اليوم حصلينا الشرف. حصلينا الشرف اليوم اننا جينا عندك. اللي جيتوا عند امي مال حبيبه المكافحه. والله الا حصلينا الشرف. راه مكافحه البنيه. لا راه مكافحه وكاين شي كيفاح اكثر من هذا. الله يعطيكم صحيحتكم والله يحفظكم. وديروا النفس، ديروا النفس اللي باغينها واجده. بعض الشباب اللي تيقول لك راه ما لقينا فين نخدموا. كاين. كاين. مشي على المارشي دبر على راسو وجيب داكشي القسم ديالو. تبارك الله عليك امي فاطمه. شكرا لكم ايضا مشاهدي قناه شوف تي في، هذه هي القناه ديال امي فاطمه اللي بغى يدخل ويتفرج على المحتوى ديالها ويدعمها ايضا. الى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله.